نرجع أكتر، نعطي وقت لحضور الله بحياتنا، لنتفاعل أكتر مع عمل الروح القدس بحياتنا. وهذا الشيء الصوم والقراءات بكتب القديسين اللي بيعطونا قدوة كيف تحملوا كل آلام الحياة، وقراءات الكتاب المقدس اللي بتعطينا أو بتبث فينا رجاء جديد مع كل آية ومثل خبرن الرب يسوع لتلاميذه أو للجموع، واللي عم بيخبرنا إياهن يوميا من خلال هالآيات. هولي كلن رح يخلونا نصبر على هالزمن الصعب، هالأزمنة مرقت بكل الأجيال وكل العصور على الشعوب، ونحن كان لنا نصيب منها ونصيب طويل الأمد، يعني من السبعينات للألفين وواحدة وعشرين، وما زال لبنان يتخبط بالأزمات أزمة تلو أزمة. وهالشي كله لوحدنا بقوتنا ما منقدر نصبر ولا نقطعه، لأنه رح نحبط ورح نكون عايشين انهيارات عصبية متتالية اللي رح تأثر حكما على مسيرة حياتنا، على مهنتنا، هيدا إذا كان بعد في أشخاص قادرين يشتغلوا أو ينجوا ليكملوا حياتهم. اليوم بهالافتتاحية رح أطلب من أمنا مريم العذراء باسمكم جميعا أخوتي المشاهدين بحق هالصوم الجليل، إنك تكوني حقيقة مثل ما كرسنا لبنان لقلبك الطاهر، تكوني عم تشتغلي بواسطة روح الله القدوس بقلب كل حاكم من حكامنا، بقلب كل شخص من الشعب جاهل وتابع زعمائه، لحتى يرجع يتصلح الوضع ونرجع نعيش أيام سعيدة ببلد سمية أو لقبة بأرض القديسين، لأنه حقيقة أجرين الرب يسوع أقدامه دعست على هالأرض وجعلتها مقدسة. أرض الرب شاهد، لبنان اسمه ذكر أكثر من 100 مرة بالكتاب المقدس ما بين العهد القديم والعهد الجديد. لإلك يا عذراء منكرس زواتنا، وطننا لبنان، حكامنا، الشعب، كل ما يتنفس على هالأرض، تحطيهم بين إيدين الرب يسوع بقلبه الأقدس لحتى يحمينا، ولحتى يكون عم بيرجع يرجع لنا الأيام الحلوة للبنان. الكورونا مجددا تضرب، عم تزيد بحسب تصريح لوزير الصحة انه أعداد كورونا بتزايد وتصاعد، وعم بينبه انه بأوائل أيلول ممكن نرجع نروح لإقفال عام، وهيدا أكيد بسبب استلشائنا. إذا بتروحوا على المطاعم أو بالبيوت أو بالطرقات بالشوارع بتلاقوا أقلية بعدها ملتزمة بالإجراءات الوقائية، أقلية عم بحطوا الماسك، أقلية عم بيغسلوا إيديهم بعد كل مس لأي شيء، أقلية عم بيطهروا الأدوات اللي بيستعملوها. فلهيك نرجع منشدد، تعبوا العالم، تعبوا، ما بقى يقدروا ينزربوا هالزربات الطويلة وبدون شغل، لازم ترجعوا لكل الإجراءات الوقائية. دكتور حنينة أبي نادر زودنا بهالفيديو، نزل على الشارع وأخذ أراء بعض المواطنين لحتى هيك مثل إحصاء صغير يشوف إذا كانوا مقتنعين بهالإجراءات عم بينفذوها أو مقتنعين بالطعم إذا عم بياخدوا الفاكسان ولا لا. خلينا نشوف هالفيديو سوا. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله منيح. رح نعمل جولة بالمنارة ونسأل أكترية الناس إذا أخدين لقاح كورونا إيه أو لا. للمش أخدينه رح نسألهم عن السبب. معك دكتور حنينة أبي نادر، كيفك أول شيء؟ عن شو؟ بدي أسألك عن الفاكسان الكورونا، حضرتك أخد لقاح أو بعد؟ أخدت أول جرعة. أي ما أخد لقاح. لا والله بعد. اثنين عامل بالجامعة. أنا بالنسبة لي بعد مش مشجع يعني. أنا لا خلصت اثنين. اعتبر حالك هلأ بأول لقاح، قد ايه أخذت مناعة؟ كفانا جروح ومصايب عديدة وكورونا على المسافات البعيدة. Toutes les trois vous êtes contre. Non. Il faut pas le faire. Si vous voulez un conseil, le faites pas. C'est dangereux. أنا أول شيء مرض عقلية.
كيفك؟ نقصتيني من وين جيتي سامي؟ صار لنا ساعة بنمشي بالمارينا بعد ما لقينا ولا واحد حاطط ماسك. شو العوارض اللي حسيتها أول يومين؟ أول إبرة ما حسيت بشي، تاني إبرة وجع بالمعدة وتنميل إيد. هلا أنا امبارح أخذت الإبرة الثانية، في تنميل بالإيد من هون. كان وجع بالرقبة أكثر شيء كانت، وتنميل إيد شو ساعتين ثلاثة. Donc, vous avez vu ça, c'est qui vous a dit? Mais déjà, il n'y a pas besoin de dire parce qu'un vaccin, ça prend 10 ans, ça prend des années à se faire. Là, en un an, c'est pas possible. يا عدل الرب حكمك لا يشقاسي عشعبك والنوايا مش حميدي. شي كوليسترول سكري ضغط؟ سكري لا ما عندي، بس شوية كوليسترول تجليسريت وضغط. هلا حدا كمان عم لاحظي شوية اوفر ويت، وزن زايد، بتعرف حدتك انه هدول الاشخاص معرضين لكومبليكاسيون تعيدات اكثر من غيرهم؟ اكيد اكيد. هلا بالنهاية العمر بيد الله. انا ما اخذتش اللقاح لانه ما بفزعش من كورونا. شهادة عملت شي حدتك فحص دم سيرولوجي اي جي جي سبايك اسمه لتتاكد اذا عامل مناعه او لا؟ عيد السؤال. نو لا ما عملته. لا ناوي اعمله هلا هلا بعد، يعني بعدني اول الاسبوع كنت خلصته. نحن بين ادم ورثنا الخطيه، فاجا المسيح يلقحنا ضد الخطيه، حملها تيعطينا البر والايمان والحياه الابديه. هلا انا اذا بموت إلي حياة أبدية، عندي فاكسان ضد الخطية. بدك تاخده ضعفين ولا بدك تكون لجوز؟ بس الفكرة أنه أنا بحب أعملها، لأنه إذا بحالي عملتها يمكن ما بعرف، بيقولوا قال هي بتعمل يعني لبعدين، ما بعرف يعني كتير بقولوا أنه هيدا منه اللقاح سليم، في عالم بتقول اللقاح سليم. بدك تصير لك شيء عند مين بتروح تتحكم أو ما بتروح عند حدا؟ خلص بترك العلاج لصاحب العلاج، لأنه عالج ما تفالج. إن شاء الله تكونوا حبيتوا معظم المقابلات اللي عملناها مع أكترية الأعمار، كل الفئات، شباب، بنات، صغار، كبار. مثل ما تكون شايفين حضرتكم على المنارة من قصر ألوف الناس اللي عم تمشي، ما لقينا إلا شخص واحد ملتزم بالماسك، مع العلم أن الأكترية ما كانت عم تعمل social distancing أي تباعد إلزامي. هذا ممكن يكون هون ضربة كتير قوية للمجتمع عبر فيروس الدلتا، يلي بيستغل هيك مواقف إن كان قلة انتباه، عدم الاعتراف بالفيروس، وعدم أخذ الطعم. مثل ما لاحظنا كتار من الناس كانوا أخذين الطعم، كتار منهم كانوا ناطرين دورون، وقسم فينا نقول الأصغر منهم غير معترف بالطعم وأهميته الطبية. نذكر الجميع أن الطعم هو الحل الوحيد للتخفيف من الميوتاسيون أي التغيير الجيني للفيروس كورونا، وبالتالي الانتصار بعده غير معلن. نطلب من الجميع يأخذوا الطعم تيحموا حالهم ويحموا الآخرين حواليهم. القصة منا مسحة، الدلتا عم بتصيب الشباب وفي خطر على حياتكم. وتابعونا على اليوتيوب تشانل دكتور حنينة أبي نادر. بونسوار. شكرا دكتور حنينة أبي نادر على هيدا الفيديو، يعني نو كومنت اللي بدي أعلق عليه أنا وضحه دكتور حنينة. حالة التأس يعني من بعد ما شفنا فيضانات حتى مش بس بأوروبا، بدول عربية خليجية واللي مش متعودين عليه، الطقس المداري كله عم بيتخربط مثل ما شفنا دايما بالأبحاث اللي عم تحكي عن تلوث البيئي اللي عم بيسبب كل هالكوارث. شفنا جمعة الماضي فيضانات زي ممكن نشوفهم بالفيديو، وأيضا شفنا عنا بلبنان طقس حار جدا اللبنانيين ما عم بيقدروا يتحملوا حقيقة، خصوصا مع انقطاع التيار الكهربائي. فالطقس الصيفي لليوم هو معتاد طبعا بهالوقت مع انخفاض بدرجات الحرارة، كلنا شفنا هيك نسمات عليلة عريت ما يقال باللبناني امبارح، واليوم بعد في نسمة كمان، تراوحت بين 26 و 31 درجة ساحلا الحرارة، وبين 17 و 34 بقاعا، ورح تكمل هيك مع القليل من السحب لأنه عم بيجي نسمات شوي باردة، رح يتكون بعض السحب ويتخلل هالموجة الحارة طبعا مثل ما عم نقول
شوية رذات مطر بالجبال. البحر منخفض إلى متوسط الموج، بينما بالويك أند كان عالي الموج، وحرارة سطح المياه 28 درجة. يعني خارج مسابح اليومين مش خارج بحر. بنروح رح نجرب اتصال هاتفي بس مش قبل ما نسمع نصيحة قديس. مرحبا، هيرون الفيلسوف الإسكندري، أصله من عائلة مسيحية إسكندرانية لها في عدادها شهداء، احتقر المجد والغنى ليمتهن الفلسفة بغية إخضاع الأهواء وأن يفتح في نفسه طريقا إلى الفضيلة من خلال احتقار المحسوسات والعابرات. ورغم أنه كان يلبس معطف الفلاسفة الوثنيين، فإنه سلك في حقيقة الإيمان المسيحي واحتقر مجادلات المدارس الفلسفية ليسمو إلى علو الوصايا الإنجيلية. لعب دورا خلال تفشي الهرطقة الآريوسية وما نجم عنها من مفاسد في الدفاع عن الكلمة المتجسد والكلام في المحافل العامة والطعن بالمقتدرين بكل جسارة. وقد قبض عليه الهراطقة وأخضعوه للجلد، لكنه بقي غير متأثر وكأن الجلد واقع على غيره لا عليه. وإذ لم ينفع الكلام صمت صمتا نبيلا إثباتا للحق الذي لا يقهر. نفي إلى واحة في الصحراء، حولها إلى منبر خطابي ذاع منه تعليمه حتى إلى أقاصي الأرض. وكمثل الحديد الذي يلقى في الماء البارد ليقصو بعد أن يكون قد جعل في النار، استمر هيرون الفيلسوف بعدما محصته المحن يعلم أن الوحدة الحق موجودة في ثالوث الأقانيم الإلهية. نصيحة القديس هيرون لإلك، تعلم الصمت وقت يلي بيكون قدامك قلب قاسي، والله معكم. وأيضا جربنا ناخد اتصال هاتفي، ولكن طبعا أستاذ ماجد بوطنوس مصمم أزياء اللبناني الشهير بالمطار، بس أنا عندي طبعا الموضوع اللي رح نحكي عنه. نعم، جاهز معنا؟ جاهز معنا الحمد لله. ألو ألو الو الو، الله معك، ما توخزنا، عم نزعجك وانت بالمطار ناطر طيارتك. استاذ ماجد ابو طنوس، حبينا ناخذ منك هيك شويه معطيات عن الغفاره من الحرير الابيض اللي حضرتك صممتها خصيصا لغبطه البطريرك مار بشاره بطرس الراعي الكلية طوبة لمناسبه احياء ذكرى 4 آب، وعن اكيد قداس عن ارواح الضحايا. فلما شفنا الغفارة هلأ رح نشوف صورة عليها كتير رموز، يعني حبيت استوضحهم من حضرتك. نعم فعلا، هي الهدف منا كان هو هالرمز، يعني احياء هالذكرى. يعني نحن انه بعد ذكرى سنة على انفجار بيروت والقداس اللي عمل بقلب العاصمة بمرفق بيروت، يعني كان خاصة طقس غطي تقريبا بطك، يعني كانت الفكرة انه يكون في رسالة من وراء الغفارة يعني اللي بس البطل، ورسالة تبقى عبر التاريخ. يعني امبارح اتصلوا فيه من السيركي وقالوا لي انه الغفارة اليوم صارت نزلت على المتحف تبع السيركي، فتظل شاهدة حية على الانفجار اللي صار ببيت. بالنسبة للرموز مثل ما قلت شوش انه فيها كثير رموز. اول شيء على نص الظهر في عندنا خريطة لبنان، خريطة لبنان يلي من نصها مطح من قلب العاصمة بيروت، مطح ما طلع لانفجار. بدل غيمة الانفجار يلي طلعت يدفع بيرتفع المسيح القائم من الموت، المسيح يلي بيرفع معه كل الشهداء. والزهور يلي هي كل وردة بتنحب باسم شهيد كلياتهم بنحسهم طالعين مثل هيك شددهم على المسيح معه صوب السما سوا. كما انه نعم
عم شوف ورد كمان، وتحت كل وردة اسم لضحية. قدرت تكتب أسامي كل الضحايا؟ نعم، مبدئيا أسامي الشهداء كلياتها وردت على الغصارة، يعني أسامي الشهداء اللي أوردتهم الوزارة، يعني اللي طالعين حسب الإحصاءات اللي انوجدوا أساميهم كلياتها موجودين، كان الشهداء اللبنانيين وحتى الأجانب كلياتهم، لأنه هودي كلهم بالناس جرحوا الشهداء بالانفجار. نعم، شغل يعني رهيب، الله يبارك فيك وبكل اللي ساعدوك عليه على تنفيذه. الفكرة أصلا رائعة جدا، عم نشوف أنه الأرزة عليها إكليل وعم ينزل منها دم، حتى حطيت لها إكليل شوك المسيح. صح، يعني الأرزة اللي هي إذا بدك هي رمز لبنان، الأرزة هي أرزة العلم اللبناني فعلا اللي اختارته، وكما أنه الأرزة كمان وذكرى بالكتاب المقدس أكثر من 75 مرة. نعم، نفيتها بإكليل الشوك، يعني في رمزية أنه كما المسيح ثقة إلى الذبح ولم يفتح فاه، هيك الوضع عندنا بلبنان، لبنان يثق إلى الذبح ولم يفتح فاه. نعم، يعني ليتورجيا قد ايه حلو، وبعرف انه حضرتك يعني متعمق، لانه لو ما هيك ما بتقدر تصمم الغفارات، وقدمت كمان لقداسة البابا بعرف كمان وحدة. لو منك متعمق لتورجيا اكيد ما كنت رح تقدر تعمل هالتصاميم. قديش مهم بهيك مناسبات يكون الكلي الغبطة البطريارك عم يلبس غفارة جديدة وعليها رموز، عم بحكي لتورجيا، لانه البعض بس بحب ينتقد، يعني انه حرام هلا ندفع مبالغ كبيرة وفي يعطيهم للفقراء، بس هول لهم كلهم يعني ضرورة بالليتورجيا. إذا ممكن توضح شوي لهالأشخاص اللي بينتقدوا بهالطريقة. ليك صراحة أكيد في كتير أشخاص انتقدت، كما في كتير أشخاص حبت أكثر بكتير، ولكن نحن دينيا في عنا في شغلة بتقول لمجد إكرام وتعظيم الصديق الأفضل. نعم، يعني ما في إنسان مثل ما اليوم نحن الذبيحة الإلهية هي مثل عرس تقريبا. نعم، عم بسمع. بلشت انعطى سينيال لاقلاع السياره، كنت عم بقول انه يعني مثل ما العروس تدخل يوم عرسها بتبدل بفستان جديد وتتهيأ لهيدا اذا بدك الاحتفال الكبير، كذلك نحن بالذبيحه الالهيه على طول لازم المحتفل يكون عم يتهيأ بابهى حله لاحتفال بهذه الذبيحه الالهيه. أنا بتشكرك كثير، وتوصل بالسلامة أستاذ ماجد المصمم اللبناني الشهير. شكرا لمدخلتك. ماشي كثير، ماشي لكم وماشي لكل المستمعين، ونهاركم مبارك. الله يباركك. بنروح لمتفرقات. الخبر امبارح اللي طبعا انتشر على الميديا، خبر ليونيل ميسي. أجهش نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي بالبكاء خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه رسميا مغادرته نادي برشلونة، وقال إنه رابطة الدوري الإسباني لم تسمح له بتجديد عقده، الظاهر في مشاكل مالية. صاحب الكرة الذهبية لست مرات تحدث عن إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان، موضحا أنه لا يوجد بعد اتفاق نهائي. وكان نبأ رحيل النجم ميسي قد أثار حزنا تردد صداه في العالم أجمع. الخبر الثاني رح نشوفه بهالفيديو، وهو دب بسيارة العائلة. مثل ما عم نشوف عم بيجربوا يفتحوا باب السيارة ليظهر منه، والمفاجأة انه اكتشفنا بالاخر اللي بده يظهر هو دب، ما قدر يظهر من الباب طبيعيا. لما اغلق الباب حاول هو كسر الزجاج وخرج من السيارة. اللي بحب اقوله هون بس لما هيك نصف السيارة باحراج او بالطبيعة نكون كتير عاملين حسابنا انه ما نترك الابواب او النوافذ مفتوحين، لانه بكتير من الاحيان
حتى الثعبان ممكن يتسلل ويفوت. وأوقات مش بس حشرات، أوقات حيوانات قوارض مثل الجرادين أو غيره أو أرانب حتى، يعني في أشياء بتكون مهضومة وفي أشياء بتكون مخيفة ممكن تأذي. لهيك لازم نعمل كتير احتياطاتنا ونقفل السيارة منيح ونطمن أنه الزجاج مسكر، خصوصا كمان كرمال أطفالنا. وأهم شيء أهم شيء ما نترك طفلنا بالسيارة والزجاج مغلق، لأنه ممكن ينقطع عنه الأكسجين وينتقل يغادر الحياة. الخبر الثالث وهو طبعا الحرائق بأوروبا اللي امتدت ما بين تركيا واليونان. اليونان تضررت بمجمل المحافظات والجزر حتى، وأيضا بضواحي أثينا. رح نشوف هالفيديو سوا اللي بيحكي عن كنيسة بأعجوبة أنقذت. رح نشوف الفيديو اللي فيه حريق انطفى قدام كنيسة عجيبة هذت أثينا، وكل من شاهد كنيسة الثالوث الأقدس في ميناء ماراثون قرابة أثينا حفظت من الحريق والدمار الشامل بشكل عجائبي بعد ما توقفت النيران اللي محاصرة الدير على بعد أمتار عدة فقط، وكأنه تزنرت الكنيسة بحماية خاصة، حماية عجائبية. وهالمشهد بس لحتى خبر أنه هذا دليل واضح وأكيد أنه الصلاة بتصنع العجائب، خصوصاً صلاة الأبرار والصديقين. منروح لتيبس مع دكتور حنينة أبي نادر. الله معكم، معكم دكتور حنينة أبي نادر، طب عام ووقاية. الوقاية كتير مهمة بالحياة، كتار منكم ما بيكونوا عم بيحسوا بأي عارض وبيستشفوا بفحوصاتهم. إذا كنت مدخن من الضروري تعمل لو دوز سيتي سكان، أي صورة أشعة للصدر، لنكشف أي إمكانية للمرض عبكير ونعالج. عمرك فوق 45 أو عمرك فوق 45 وما عندك أي عارض، هذا الشيء ما بيعني أنه مش لازم نعمل كولونوسكوبي نادور لنشوف إذا في إمكانية مرض ونعالج عبكير. من الضروري كمان ابتداء من عمر 18 ناخد بكل زيارة طبيب الضغط، وإذا عندنا حدا بالعيلة عنده كوليسترول نعمل فحص ليبيد بروفايل. ما تسألشوا بصحتكم، عمركم فوق 50 وعندكم مشاكل بروستات، شو ناطرين لتعملوا الفحص الديجيتال ريكتال اكزام، اي فحص السريري عند الطبيب مرة فوق عمر 50 كل سنة. من الضروري كمان عند النساء نعمل باب سمير، فحص الازازة مرة كل سنة، وما ننسى الماموغرافي للي عمرهم فوق 35. كان معكم دكتور حنينة أبي نادر بتبس اليوم، تابعونا بتبس جديدة بكرة. International Day وآية اليوم مع سيد جوزيف حولي، ونروح بريك ونرجع نستقبل ضيوفنا. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للشعوب الأصلية في 9 آب أغسطس من كل عام، وهو تاريخ انعقاد أول اجتماع للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من أجل المساهمة في حل المشاكل التي تعاني منها مجتمعات السكان الأصليين من ضعف في وسائل الحصول على الرعاية الصحية، فضلاً عن وجود معدلات أعلى بكثير من الأمراض ونقص وسائل الحصول على الخدمات الأساسية ومرافق الصرف الصحي وغيرها من التدابير الوقائية الرئيسية مثل المياه النظيفة والصابون والمطهرات وغيرها. وغالباً ما تعاني المرافق الطبية المحلية المتاحة من ضعف التجهيز وقلة الموظفين، وحتى عندما يتمكن السكان الأصليين من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية فإنهم غالباً يواجهون التعرض للتمييز والإهانة. الشعوب الأصلية هي من أشد الفئات حرماناً وضعفاً في العالم، ورغم ذلك تحتفظ بخصائص اجتماعية وثقافية تختلف عن خصائص المجتمعات التي يعيشون فيها وتمثل امتداداً لثقافات فريدة.
ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك. فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك. إنه يموت من عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور.